السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أصدقاء وصديقات رجعنا لكم بفيديو جديد النهاردة يا أصدقائي هن عملنا مع بعض مكت المهن هنا هنستعرض مع بعض المهن أنا عملت ست مهن قسمت الورق لست أركان وهنا هنشوف مع بعض وهو إن شاء الله يكون واضح قدامكم هنا ابتدينا بالنجار هنا والأسلحة بتاعته والمنشار والشاكوش والافك والحاجات دي ودي الترابيزة بتاعته اهي هنشوف باينة ازاي انا عاملاها بال عاملاها زي الترابيزة بتاعت الشغل بتاعته اللي هو بيبقى زي الاستاند كده بيشتغل عليه وعليها الفارة وعليها كده بس احنا ما عملناش الفارة طبعا عملنا الحاجات اللي تبين انه هو النجار هندخل بعد كده على المهندس هو شبه النجار شوية بس هو المهندس طبعا بيختلف بأدواته طبعا بيستخدم المسطرة والمثلث والحاجات دي برضو عملنا له الترابيزة بتاعته عملتها له بالخشب كده وهي مايلة شوية عليه علشان يشوف زي ما بنشوف المهندسين كده بيبقوا ايه بتاعتهم لها مكت... ليها... لها ميلة كده عليه ده واضح جدا طبعا الدكتور قدامكم وانا عملت المستشفى مبنى المستشفى وراه علشان خاطر ايه يبقى واضح مثلا ان هو الدكتور هنيجي هنا موظف في البنك ده كان مطلوب عشان خاطر هو موجود في المنهج انا ما اعرفش ايه علاقته بالمهن بس هو موظف زي اي موظف زي اي مهنه في الدوله فهو موظف في البنك الاهلي واحنا عملنا شعار للبنك وكده يعني آه هنيجي هنا المعلم طبعاً والسبورة بتاعته آه قبل كده نسيت أوريكم اللابتوب بتاع المهندس أهو أنا عملت له لابتوب ثواني كده هنلف ونشوف أهو يا أصدقائي أنا عملت له الدوسيهات بتاعته عملت له دوسيهين الكرسي بتاعه آه المكتب برضو عملناه برضو من ورق نصف وعملت له سجادة في الأرض وهو ماسك دوسيه برضو وشعار او اللوم بتاع البنك فعشان تبقى اي واضحه ان هو موظف البنك كده يا اصدقائي عملناه واللابتوب بتاعه اهو ودي الترابيزه بتاعته انا مش عارفه أبينها ازاي بس ممكن نصورها من تحت اهو دي الترابيزه او انا هنيجي هنا للمعلم المعلم هنا بيشرح على السبوره بتاعته برضو عملناها برضو بالعصيان وعملنا الارضيه برضو خططناها على اساس يبقى واضح ان هو المعلم بتاعنا واخر ركن احنا عملناه هنا الفلاح معانا الفلاح وال ومراته اهو ومعاها الفراخ بتاعتها بتعمل عيش في الفرن وده البيت بتاعهم وفي برج حمام وكده ودي البقرة بتاعتهم ونخلة مثلا شوية نجيلة في الأرض الفلاح نفسه أهو كدة هنوريكم مع بعض الشخصيات كلها والمكت كله لما نرجع خطوة لورا على الشاشة الخلفية طبعا مش عارفة أوسع الكدر بس احنا كده خلصنا الماكيت بتاعنا هو الماكيت كبير على فكره يا جماعه اه ده حوالي هو حوالي سبعين في سبعين سنتي اه ودي الخلفيه برضو غير ال سبعين سنتي برضو لكن هو التربيعه بتاعته سبعين في سبعين اه الماكيت كبير ان شاء الله ولسه انا مخلصتش برضو احنا هنعمل عليه كلمه المها من فوق عشان نحدد الماكيت خاص بايه وهنعمل زي مثلا حاجة علامات كده نحط عليها يافطة صغيرة باسم المهنة علشان تبقى سهلة لل... لاستيعاب الطفل والشرح المبسط عشان هو كل حاجة ان شاء الله تكون واضحة منتظرة تعليقاتكم ايه المهنة اللي مش واضحة مثلا او ايه المهنة اللي انا ما اجيبها صحيحة ففي انتظار تعليقاتكم ان شاء الله ولو في اي حاجة اي كومنت ايجابي انا ان شاء الله باخد بالتعليقات وباخد بالنقد البناء يعني وكده يا اصدقائي اكون خلصت معاكم المهن وشوفكم على خير في الفيديو الجاي ارجوكم ما تنسوش باللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلوك كل جديد شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته